مرحبا، اسف كتير ان هاي الفترة مش قاعد بصور، وبعرف اني تأخرت كتير وفي اشياء كتير راحت علي او مرقت يعني، بس هلا في عندي اشياء لازم اسويها وبعدها راح اكمل بالتصوير. بعد هذا الفيديو راح تشوفوا حلقة راح اعمل عليها ريفيو على البوم كنترول، البوم مروان بابلو، اغاني عم تنزل حاليا، شغل للسينابتك كمان ان شاء الله راح ينزل وراح اعمل عليه ريفيو كمان. واسف كتير وجدا على التأخير عن جد، وشكرا عن كل الدعم اللي بوصلنا لحد هسه على الفيديوهات القديمة، ونشوفكم بالفيديو الجاي ان شاء الله. Peace.